منافس فني، خلينا نحط كل واحد في الاطار بتاعه. ممكن انت حضرتك بتتكلم فني بشكل معين وليك قدرات فنيه، لكن دايما الاداره الفنيه بترجع للمسؤول داخل الفريق وهو فايلر. فالثقافه دي كمان هنتكلم عليها ونفتح ملف فيها، انك حتى اداره الحوار ما بعد المباراه، ان المدربين بنشوف المدربين زيدان بيطلع يتكلم ازاي، جارديولا بيطلع يتكلم ازاي، يورجن كلوب بيطلع يتكلم ازاي. صحيح. لازم بيحمي فرقته حتى لو خسران. دي ان شاء الله ده ملف نتكلم فيه. لكن طبعا يا كابتن، يعني المدرب طبعا هو المدربين الكبار، وحضرتك طبعا اتعاملت مع ناس كتير بهذا الشكل، هم اللي بيطلعوا يتحمدوا حتى لو شاف ان اللاعبين اخطاوا، حماية للعيبه يعني، بيعتبر ان هو حائط الصد القوي بالنسبه للعيبه. لكن برضه باكد ان الواحد اللي مندهش منه هو الكلام حول ان البعض دلوقتي بيحاول يحسسك ان فريق الاهلي حصل لها نوع من الانهيار الفني، وان لابد حان الوقت لتغيير جلد النادي الاهلي. يا عم ده النادي الاهلي من ماتشين ثلاثه كان اعظم فريق في العالم، وبيدمر اي فريق وبيكسر عنق اي فريق فنيا جوه الملعب. يعني يا جماعه الامور لا يعني لا تؤخذ بهذا الشكل، يعني مش مجرد خساره تخليك يعني تهدم المعبد على من فيه. الناس تهدى عادي جدا، وارد جدا اي خساره في برشلونه اللي هو من اعظم فرق في العالم يخسر 8 في بطوله اوروبا، يعني ما فيش مشكله خالص. بتكلم يعني على المان سيتي خرج من ليون، يعني ما كانش بيحد متصور خالص 3-1، يعني رقم كبير. ليفربول بعد ما رجع من كورونا وكان خلاص شايف حاسس ان هو تلقى العديد من الهزائم بشكل غريب جدا، يعني ده بيحصل مع كل الفرق العالميه. وكمان ما فيش فريق في العالم بيفوز مدى الحياه، يعني وبيكمل كل الهدف انك تحقق البطوله. تتعثر جوله، تعثر جولتين، تعثر ثلاثه، كل فرق الدوري المصري خسرت يعني من 3 هزايم على الاقل. يعني النادي الاهلي اول خساره ليه موجوده في بس يا استاذ محمد برضو